إحياء ليوم الزي والتراث الفلسطيني. شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية انطلقت من منطقة السرايا وصولا إلى ساحة الجند المجهول، تأكيدا منهم على هويتهم الفلسطينية وتمسكهم بتراثهم الفلسطيني في ظل محاولات إسرائيل المتواصلة لسرقته وتغيير الحقائق. تأتي هذه الفعالية في إطار الحفاظ على التراث الفلسطيني بشكل كامل وعلى جزئية الثوب الفلسطيني بشكل خاص، لأن الجزئية بالتحديد يبدو أنها مستهدفة من طرف الاحتلال الإسرائيلي. ومن هذا المنبر إحنا بنحكي الاحتلال الإسرائيلي إن سرقتوا الأرض ولكن ما سرقتوا الطابة، إحنا أصحاب الأرض، إحنا أصحاب الحق، إحنا أصحاب القضية الفلسطينية. يعد الثوب الفلسطيني رمزا من رموز التراث الفلسطيني، فارتداءه يمثل عز وفخر للمرأة الفلسطينية التي أكدت على تمسكها به، مطالبة بأن ترتدي النساء الثوب الفلسطيني في كافة المناسبات الفلسطينية والاجتماعية وعلى مدار العام حفاظا عليه من الاندثار. تراثنا الفلسطيني إلنا، تعبنا عليه، تراثنا، شرفنا، عرضنا، مهما حاولت هذا تراث فلسطيني مش تراث إسرائيلي ولا يهودي. ففي النهاية أنت قد ما تعمل إحنا متجذرين في هذه الأرض، حنسعى ونحاول بكل ما نملك لإحياء هذا التراث. يفخر الفلسطينيون بثوبهم المطرز بألوان مختلفة تعكس تراثا وطنيا وانتماء للأرض، فتمثل الأزياء النسائية في بعض الأحيان مدن فلسطينية محددة عن سواها من المدن الأخرى، ويعكس تنوع أشكال التطريز في الثوب جغرافية كل منطقة وعادات وتقاليد تميزها عن غيرها. ومهما تعدد الأجيال ومهما صار فينا تطورات في اللبس، في الحياة، في كل إشي، لأنه إحنا دائما متمسكين في هذا التوب، ومش بس للكبار، لا، أو الصغار كمان متمسكين فيه. وإحنا برضو بنوصل رسالة الاحتلال الإسرائيلي إنه مهما طور كتير في التعليم، في اللبس، في الموضة، في أي إشي، إلا برضو إحنا متمسكين في هذا الإشي، وهذا بعد فخر لفلسطين كلها، ومش مستعدين نفرط فيه أبدا. يريد الفلسطينيون من خلال هذا المهرجان أن يوصلوا رسالة للعالم أجمع أن تراثهم وزيهم غير قابل للسرقة مهما حاول الاحتلال سرقته. سيد مفيد، موقع الدار، غزة، فلسطين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.